السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز استفسر حاجه معلمنا. اتفضل. بص يا شيخ، انا عارف في زي قطتين كده في البيت عندنا مثلا، بجيب لهم اكل بس مش غالي يعني، يعني ممكن في الشهر كله مثلا ب 80 جنيه، هل كده غلط ولا ايه؟ كم مرتبك؟ نعم؟ كم مرتبك؟ لا أكثر بكثير. لا بأس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. تمام، شكرا يا شيخ، ربنا يجزيك خير.